هلو ليديز، اليوم رح كون معكم ورح فرجيكم كيف عملت هيدا الميك اب لوك اللي انسبايرد من هيدا التي شيرت اللي هي كولابوريشن بيني وبين براند لبنانية اسمها بوشيز. اشتغلنا على هيدا الكولابوريشن وعملنا هيدا التي شيرت اللي موجودة على مايلوليا كلوزيت، وما تنسوا تستعملوا البرومو كود LSAO10 for -10%. بعد ما عملت الاي بيس وحطيت كونسيلر وثبته بالباودر، رح استعمل الهدى بيوتي باليت الروز جولد. ها اول باليت هي نزلتها، ورح بلش ببيس البينك فاتح. رح خلي المين للعين اكتر الاي شادو البيس على بينك على احمر، والاي لاينر البولد مع البايات الاحمر رح يكون هو الفوكس، لانه مثل ما قلت قبل انه التي شيرت اذا بدكم الكتيبه اللي مكتوبه هي بالجليتر الاحمر، سو بدي هيدا الديتيل يكون فوكس بالميك اب. فاول شيء رح اخذ البينك ومده على كل العين، على كل الجفن المتحرك. هلا رح اخذ بلندنج براش ورح بلش غمق. رح اخذ البينك شوي اغمق وبلش اغمق شوي على الطرف، ورح مده للنص. هلا رح بلش اخذ الاحمر وحطه على الطرف اكثر، ما رح فوته كثير لجوا، اعمله بلندنج كمان مع البينك اللي حطيته قبل شوي. هلا رح ارجع اخذ اول براش استعملتها وارجع اخذ عليها البينك وادمجهم كلهم مع بعض، اعملهم بلندنج على الاطراف اكثر. رح ارجع اعيد نفس الستبس مرتين او ثلاث مرات بس تا زيد الانتنسيتي تبع الاحمر، بس بنفس الوقت بدي يبين عن جد كانه بلندد، او اذا بدنا لون واحد بس كانه رايح من الغامق لل يعني مثل كانه من الغامق للفاتح. فمشان هيك دائما وقت بدنا هيدا الايفكت بدنا نعيد كذا مره تا ينعملوا بلندنج مزبوط للاي شادوز. اوكي هلا رح انتقل للبيس وبعدين هيك بصير فيه كمان العيون، وبحس احلى نرسم الاي لاينر وقت نكون عملنا البيس تبع الفيس. رح استعمل ذا ديو من افايب من لوخيال البيس مع الفاونديشن. بعدين رح مد الكونسيلر الميبيلين انتي ايج. كتير بحب هالكونسيلر قد ما التكستشر تبعه حلوة وهين ينمد وبيضاين كتير، وعن جد بخبي، بس بنفس الوقت الفينشينج تبعه منه كتير سميك، فكتير حلو التكستشر تبعه، خاصة انه انا بحب مد الكونسيلر شوي اكتر لتحت، ما بحب خليه بس تحت العين، وبستعمله كمان على كل الوجه. هلا رح ثبت تحت العيون والوجه بالباودر. هلا رح ارجع انتقل للعيون. اول شيء رح اعمله رح ارسم الاي لاينر الاحمر، عم بستعمل هيدا من نيكس. بس نخلص الايلاينر رح علم الحواجب تا يكون ديفايند اكتر اللوك. رح ارجع انتقل تكمل العيون، ما بدي كتير علم الحواجب بس بنفس الوقت بدي اعبيهم شوي بس يطلعوا ناتشورال. وانا عم بستعمله رح ضلني مشطهم تا يبينوا اكتر ناتشورال. سو بعد ما خلصت رح اخذ لون فاتح حاطط شوي تحت الحاجب. هلا رح اخذ فرشاية محدده اكتر
وفيها رح اخذ لون بني غامق تحدد خط الرموش تحت، لانه دائما بنلاحظ شوي الاحمر وقت نستعمله بدنا نغمقه ونعبق على العين والرموش شوي تما يبين كانه ما بعرف كلين بوكس ما بيقولوا، ما قبل العالم كانوا يخافوا كثير من الاي شادو الاحمر قبل، بعدين هلا في فتره درج وبعده دارج، بس زي ما بنحس ببين احلى وقتها ينشغل مزبوط يتعبق حوالي العيون ويبينوا رموش مزبوط سود، فمشان هيك رح غمق من تحت. هلا اللي رح اعمله رح استعمل هول البايات. عاده انا هول البايات ما بلاقيهم بمحلات الميك اب، بالعكس بلاقيهم بالمكاتب. رح استعمل الاحمر لانه عبالي عم شوف كتير عالم عم بيستعملوا صاروا على عيون البايات الكبار، اكيد بيحطوهم بمحلات معينه او حتى ايفن عم نشوف الستراس. بما انه التي شيرت جليتر احمر كان عبالي اعمل شيء انسبايرد ويكون كمان ترندينج هلا عم نشوفه كتير، فمشان هيك طلع عبالي انه استعمل هول البايات فوق الايلاينر. رح فرجيكم كيف رح احطهم. اول شيء لنقدر نحطهم رح استعمل الجلو تبع الجليتر تبع نيكس. فاللي بعمله باخد كوتون تيج، حط الجلو على ايدي، and the eyes رح حط هيدا الماسكارا من Maybelline Sensational. I love 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 it. عن جد من احلى الماسكارات اللي مستعملتهم لانه بيعبي وبيطول وبيعطي فوليوم كتير حلو للرموش. واخر اخر تاتش لهيدا اللوك عبالي لانه it's a festive season وهلا الاوتفيتس تبعنا دايما هيك برايت وشايني، عبالي استعمل هيدا الستيلا جليتر بس بالانر كورنر شوي لانه اوريدي كمان في البايات. Now to the face رح استعمل هيدا البرونزر ورح استعمل البينك بلوش and last the Fenty Beauty highlighter. تخلص اللوك بنيود على بينك، هيدا كمان من Fenty Beauty Uncuffed. It's a really nice color بس ما بدي الشف يكونوا كتير مرسومين وقوية، فمشان هيك رح حطه ومده بإصبعي شوي.